قصة فرج وسالم، قصة حدثت في المدينة المنورة في أحد المناطق. فرج جار سالم والاثنين متزوجين في بداية زواجهم، رزق سالم بولد وهذا يرزق ببنت وهذا ولد وهذا بنت وهذا ولد وهذا بنت. إيه المعيشة صعبة، فاثنين اتفقوا، هم طبعا جيران في البيت وفي المسجد ويعرفون بعض معرفة وثيقة، فقالوا ايش رايك نحط لنا بقالة في الحارة بالنص وتزيد دخلنا ونتقضى منها ونحصل فيها مردود. فقال فرج خلاص اترك البقالة علي وانت عاد التفت لعملك ونص الربح اخر الشهر اعطيك اياه. فصار فرج اذا جانا اخر الشهر اعطاه 2500 وخذ 2500 والعيال يتقضون بعد من البيت، بقالة ابونا بقالة ابونا، البنات والعيال عارفين في الحارة انها بقالة فرج وبقالة سالم. نعم. مرت الايام، جاء سالم الفرج قال ودي يعني تشتري نصيبي، انا بالفلوس ودي احط لي دور ثاني في البيت. فقال الفرج يا ابن الحلال احنا محصل خير؟ قال لا والله انا عندي راتب زين ويكفيني. ثمنت وعطاه تثمينه وقعد فرج في البقالة، هذا بيعدل في البيت ما ادري ايش بيصلح، وهذا خذ له شهرين ثلاثة استوفى الله امانته، مرض وتوفي. فرج خويه واخوه وحالته، طبعا زوجة سالم تعرف ان زوجها عزل عن البقالة، لكن سالم ارسل زوجته، فرج ارسل زوجته لسالم قال قولي لها ترى البقالة ابدا بيجيكم شهريا 2500 ريال والبنات والعيال مسؤولين مني، بالاضافه الى انهم لا تقولي لهم ان ابوكم باع البقاله، يجون هذه بقاله ابونا قدام الحاره كلها ياخذون اللي يبونه. ما شاء الله. فصاروا العيال يجون البقاله ام لعبيب ولا حلاو ولا مثلا لبن ولا حليب، البقاله ابونا بقاله ابونا. عاشوا لين كبروا، وهذا يحول شهريا 2500 لمرت جار. ما شاء الله. ما حد يدري، ما تدري الا ام العيال وهو وزوجته. كبروا العيال دخلوا بالجامعة وتوظف واحدة من عيال سالم. يوم توظف قعد شهر شهرين ثلاثة ما عاد تجي 2005 انقطعت. راح لأمه قال يما أبوي بقالة أبوي الحين ما عاد يجينا من ربح، وش السالفة؟ هذا الرجل صار يمكن ياكل فلوس، تغيرت حاله. يوم شافته بيثقل عليه قالت استح على وجهك، الرجل هذا أبوك ماله ولا عود في البقالة. قبل ما يتوفى أبوك باع البقالة على فرج، ومن كرم وأخلاق فرج فرج علينا، قال لنا 2500 ريال شهريا والعيال يحدون البقالة بقالتهم. أنا يوم توظفت أنت قلت ما عاد تعطينا ولا ريال، خلاص ولدي راتبك 6000 ريال تصرف على البيت. قال يعني؟ قالت والله ما لنا فيها شيء، من كريم إحساني حول لنا 2500 ريال واصرف عليكم، والبقالة كلها تقول بقالة أبوك، ترى أنا ما رضيت أني أخذ من فلوس إلا يوم أنك أنت توظفت، ترى جاني بيعطيني 2500 وصديته وأقسم علي وحلفت، قلت والله ما يدخل مخباري، أنت أولى وبناتك أولى. سبحان الله بدأ الولد يعني عرف أن الرجال ما هو بسيط يعني. صارت لازم أنت العلاقة تنمت، توظف أخو الثاني توظف أخو الثالث، فرج سبحان الله صار عليه حادث وتوفى. البقالة بيعت، هذه أم البنات على وضعها. قامت مرت سالم وجمعت عيالها قالت كل شهر يعطيني واحد منكم 1000 ريال، تراها بعطيها مرات فرج والله ما نخليهم، تراهم ما خلونا، قالوا سمعا وطاعة. الولد يعطي 1000 والولد الثاني 1000 و3000 ريال، تأخذها المرأة وتروح تعطيها بناته. يا بنت الحلال قالت لا زوجة ملحفنا ومغدينا، فضل الله كله من سال من فرج. وهكذا حتى البنات تزوجوا وهي تدفع 3000 ريال. ما شاء الله. فشوفوا يا أخوان فرج كأنه يخزن هذا المال لبناته، كأن حاطه في بنك الله، انه ما يدري يكد على هالاسره الفقيره او الاسره اللي مات عائلها ويعطي، ما كان يعلم انه بيموت وان بناته بيصرفون عليهم جيرانه. فهذا حسن الظن في الله انك تعطي ولا تدري، ولكن الله سبحانه وتعالى يسخرها لك في وقت انت تحتاجها احتياج شديد. فاذا شفت في حارتك ولا في مكان انت فيه ناس محتاجه تراك تعطي نفسك، لا ما تعطيها الأسرة، والله ما تقدمه لنفسك. وهذه قصة فرج وسالم. الله يسعد. هذا غير الأجر اللي بيلقاه فرج عند رب العالمين. يعني شوف سبحان الله في الدنيا وفي الآخرة.